السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مميز لأبعد الحدود، حلقة النهاردة عن الرقي والجمال والقوة، لأننا بنتكلم عن لابتوب مميز لأبعد الحدود، عن لابتوب جمع بين خفة الوزن والجمال، ألترا سليم، قوة وخفة وزن، 1.8 كيلو من الفايبر كاربون، تم تصنيعه لمراعاة كل ذلك. أرقى وأجمل لابتوب في الجيل السابع على الإطلاق وبلا منازع، الورك ستيشن الهندسي الشيك جدا بروعة الروعة من شركة ديل بنفس هاوسنج وشكل الإكس بي إس، الموديل الروعة دائما والمتميز دائما، ديل بريزيشن موبايل ورك ستيشن 5520، أفخم ورك ستيشن ديل ممكن تشوفه. ببروسيسور انتل كور اي 7 جيل 7 7820 اتش كيو بسرعة 2.9 جيجا هرتز، بيعمل معك ماكس تيربو سبيد بيوصل ل 3.9 جيجا هرتز، وات كور رباعي النواة ب 8 ثريد ب 8 ميجا بايت كاش، عليه رامات 16 دي دي ار 4 قابلة للزيادة حتى 32 جيجا بايت، والنسخة اللي معنا دي فيها هارد 256 اس اس دي ام دوت 2، ايضا قابل انك تزوده باي هارد اس اس دي ام دوت 2. وفي نقطة هنا مهمة جدا لابد ان احنا نوضحها، لان في ناس كتير بتسأل السؤال ده، ممكن نضيف هارد تاني ولا لا؟ هو بينزل منه نوعين بطاريات، بطارية كبيرة 3 سل في الحالة دي بيكون غير قادر على حمل هارد اخر اتش دي دي او بحجم 2.5 بوصة، لان مكان الهارد بيكون شاغر بسبب البطارية الكبيرة اللي بتغطي مكان الهارد، وفي بينزل ببطارية 2 سل في الحالة دي بيكون قادر على حمل الهارد ال 2.5 بوصة. طبعا في الكماليات من كاميرا وواي فاي وبلوتوث وكيبورد مضيئة، وبينزل بكارتين شاشة، طبعا الاول المدمج بالبروسيسور انتل اتش دي جرافيكس 630، اما الكارت الخارجي الثاني هو من شركة نيفيديا وهو نيفيديا كوادرو ام 1200. كارت الشاشة ده حجمه 4 جيجا بايتس DDR5، كارت شاشة عالي بيشغل معاك البرامج الهندسية على مستوى عالي جدا، وكذلك المونتاج والريندر بكفاءة عالية جدا، وايضا قادر على تشغيل العاب حتى 2022. الشاشة بتاعته 15.6 انش، وبينزل منه نوعين شاشات، في بينزل بالترا اتش دي 4K ليد باك لايت تاتش سكرين اي بي اس، دقتها بتكون 3840 × 2160، وبينزل ايضا بدقه 1920 × 1080 فول اتش دي اي بي اس، والنوعين متوفرين عندنا. الفريم بتاع الشاشة 2 ملي رفيع جدا، بيديله شكل جمالي هايل جدا من شركة ديل، وده اللي بيميز الموديل ده عن اي موديل تاني في نفس الشركة ديل او اي شركة تانية بتقدم نفس المستوى من اللابتوب. كذلك زهو الالوان رائع جدا بالنسبة للشاشة، شيء خرافي جدا وهيفيدك جدا في الجرافيكس وهيفيدك في الجيمز، خصوصا اللي بيدوروا على ادق التفاصيل، وخصوصا اكتر بالنسبة للموديل الـ4K. بيجي بمداخل كويسة جدا، 2 مخرج USB 3.0، والاتنين باور شير بيتيح لك استخدام USB للشحن حتى لو الجهاز طافي، كذلك مخرج ثاندر بولت 3 بيدعم توصيل USB 3.1 جينيريشن 2، وبيدعم كمان توصيل كارت شاشة خارجي، وبيدعم توصيل شاشات الـ 8K، وبيدعم توصيل الديسبلاي بورت 1.2، ويوفر لك معدلات نقل بيانات بتوصل ل 10 جيجا بايتس في الثانية، وبيدعم توصيل الطاقة بالاتجاهين تشحن منه، وكمان مصدر شحن الجهاز. كذلك هو في مدخل SD كارد بيقرا معاك كروت حتى 1 تيرا بايت. كمان في زر مقياس الطاقة اللي بدرجات بتوضح مدى شحن البطارية، تعرف منه باقي قد ايه في بطارية الجهاز. وللعرض على الشاشات في مدخل HDMI، كذلك في مدخل الهيدفون والميكروفون. لابتوب بقيمة عالية وشكل جمالي رائع، ناس كتير كانت بتدور عليه، اخيرا اتوفر عندنا. حضرتك تقدر تتواصل معانا من وسائل التواصل اسفل الفيديو لو محتاجه، وطبعا لازم ننوه دايما في نهاية كل فيديو، لو حضرتك محتاج لابتوب استيراد بحالة الزيرو مالكش مكان تقدر تروحه غير اغا سمارت ستور، لاننا فقط من نمتلك الخبرة والمصداقية قبل وبعد البيع. شكرا لكم، وهنسيبكم مع صور الجهاز الروعة جدا من شركة ديل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.